استلمت البي بي سي مصر فقرة مستمرة وعناوين دائمة عن الوضع في مصر. الوضع في مصر، بريطانيا يبقى عندها مشاكل دائمة لا تتحدث عنها. عندهم حاليا مكتب القاهرة، مكتب بي بي سي في القاهرة. المكتب ده افتتح عام 2003، امتى افتتح؟ ويستعدوا لغزو العراق، فقرروا يفتحوا مكتب في مصر، أول مكتب خارج لندن في العالم العربي يعملوه في مصر، هنا في القاهرة. وهم يستعدوا لإيه؟ لتدمير العراق، فيعملوا مكتب هنا، مكتب القاهرة، ويستمر مكتب القاهرة، واشتغل مكتب القاهرة وناس لحد دلوقتي. كانوا هيقفلوه في 2011 أو قبل 2011 كانوا هيقفلوه، ثم جت كارثة 2011 فعملوا واستمروا ودعموا وجابوا ناس ويشتغلوا، وبقى المكتب ده يعني بيطعن فينا ساعات الليل والنهار، بيطعن فينا، والبي بي سي تلفزيون وإذاعة يطعنوا فينا ليل ونهار، وما زالوا لم يتراجعوا. ما هي دي خطة. النهاردة عندهم 70 تقريبا شغالين في مكتب القاهرة. البي بي سي بيعملوا نظام للأجور، نظام عجيب قوي، دايما تسمع البي بي سي يقول لك احنا المهنية، لم يكن لديهم مهنية على الإطلاق. شوف انا بقول ايه على الهوا، قلتها النهاردة وبقولها من 20 سنة. عنده رأي تاني؟ لا، هو عنده أجندة عايز يوصل لحاجة محددة فيعملها، حتى لو هياخد رأي، بس يجيب لك رأي اللي هو عايز يتبناه، يكون ايه فوق خيالك اللي هو كل حاجة، ويجيب لك حتة كده اهو اللي هو اسمه ايه، بسد خانة. يبقى لما حد يقول لي انا طب ما انا جبت مش عارف، يجيب لك حد ضعيف مثلا، حد من الناحية التانية مش عارف ايه، ما يدلوش مساحته كذا. اما كان يعمل مداخلات معايا فيجي ايه، اما ابدا اتكلم ايه اقطع، اقول له لا، ما احنا اتعلمنا بقى، اديني حقي ولا انت منحاز؟ ما لازم تثبته وتلبسه في الحيط. الله، هو انت واخد وجهة النظر بتاعة الغنوشي؟ فيسكت بقى، يديك حقك ويديك وقتك، لان هو كده، ما هو جايبك وانت موجود ترد، بس ايه في مرحلة معينة مش عايزك توصل الرسالة. لا، حتى يقول لك قدامي اقول له لا، اشمعنى اديت كذا، حتى لو كمل ما تسيبوش، وتعمل كده وتاخد حقك عشان تدافع عن بلدك. ما تسيبش حق بلدك ابدا في اي مكان، دافع عنها في وجه الاعداء وهم كذلك. فضلوا استمروا فعملوا موضوع الاجور ده، فيعملوا مرتبات لمثلا في بيروت بالدولار مثلا او للسرين مثلا، وفي تركيا بالدولار مثلا او للسرين مثلا، يعني سريني، ويجوا في مصر يديله بايه حضرتك؟ قعدوا من 2003 لحد 2008 يمكن او 2009 يدوهم بالاسترليني، بعد كده بدأوا يغيروا بالجنيه المصري. يعني اللي هي المعاملة ايه؟ انت متخيل؟ بكلمك على البي بي سي، التمييز. تخيل اللي هما دايما يقول لك ايه؟ احنا ضد التمييز، ده انت اول واحد بتميز، انت اول واحد ترتكب جريمة التمييز ما بين الناس اللي شغالين عندك في مكان واحد في هيئة واحدة اسمها هيئة الإذاعة البريطانية، تلفزيون وإذاعة يعني الشبكة بتاعتهم. يعني فيجي الناس الموجودين في مصر بغض النظر رأيي أو يعني، لكن أنا بتكلم هنا على موضوع أشمل من حكاية مكتب القاهرة، بتكلم على أشمل، بتكلم على هل كانت البي بي سي صادقة؟ هل البي بي سي على مدار تاريخها تروج يعني عندها حقائق؟ هل البي بي سي على مدار تاريخها، أنا بكلمك على 85 سنة على مدار تاريخها،
كانت تتبنى مواقف ضدنا وضد غيرنا حتى، كان عندها مهنية يعني، ولا دايما ترتكب جرائم وتقول لك نعتذر؟ الله. طب وهي بتساند الإخوان؟ ما هو بتاعته، ما هو عنده، ما أنا بقولك اتعملت هنا وجات الجماعة اتعملت 28 ثم الدعم كله معاهم معاهم. ورئيس عبد الناصر لما طلع وشتمهم، الله، هو ده ما اتقال وعرضناه قبل كده لما قال لك وبيقولوا علينا كذا واحنا بنقول عليهم ولاد كذا، رئيس عبد الناصر في خطاب شهير يعني، ما هو مش من النهارده. طب تعالى اوريكم عينه من الاخبار عشان نعرف هل عندهم مصداقيه ومهنيه البي بي سي كما يدعوا. اوريكم، شوفوا الاخبار. شبكه بي بي سي تعتذر عن استخدام اساليب خادعه، خلي بالك، في تامين مقابله الاميره ديانا عام 95. شوف الفضايح، ده انا اوريك جزء من الفضايح بتاعتهم عشان ما حدش يكلمك على مهنيه. اعرف تاريخ البي بي سي. اللي بعده، العنصريه، بي بي سي تعتذر بسبب كلمه عنصريه، كلمه عنصريه في احد التقارير الاخباريه. بي بي سي، شوف الاعتذارات، تعتذر بعد ظهور عباره مشينه عن مانشستر يونايتد على الشاشه. بي بي سي تعتذر، شوف ده تاريخهم اعتذارات. طب مع الاعتذارات دي يبقى في مهنيه؟ في مصداقيه؟ ده انا بس جزء صغير، بس جزء صغير من الكوارث اللي عملوها. بي بي سي تعتذر بعد سؤال غير لائق لقائدة منتخب المغرب، متورط في فضيحة جنسية. بي بي سي توقف أحد مذيعيها المشهورين عن العمل كمان. اتهام مذيع في بي بي سي بدفع أموال كمان لقاصر مقابل صور فاضحة. جرائم في البي بي سي، كلمك على مهنية. استقالة رئيس بي بي سي بعد تورطه في فساد كمان، يعني كل الجرائم بيرتكبوها في البي بي سي. بي بي سي تعتذر لصحفية عن عدم مساواتها في الأجر مع زملائها الذكور وتمنحها راتبا بأثر رجع. مين بقى ديت؟ دي مديرة مكتبهم في الصين، مديرة مكتب بي بي سي في الصين، بيدوا مرتبات أجور. الكلام ده كان تقريبا 2017 تقريبا 18، بيدوا حوالي 150 ألف استرليني. فطبعا هي لقيت، قال لك المرتبات الأعلى بياخدوها المذيعين اللي هم الرجالة يعني. طب فين المساواة؟ أين المساواة؟ هنا التمييز. بكلمك على داخل البي بي سي اللي بيتكلموا على ده بيرتكبوا جرائم. هنا هو ده الموضوع. مديرة مكتبهم في بكين عاصمة صينية استقالت عشان لقت إنه مرتبها أقل من زملائها مدير مكاتب في عواصم أخرى من الرجال، بياخدوا 150 ألف استرليني، ما يعادل تقريبا وقتها كان حوالي 192 ألف دولار. مظاهرات أمام مقر البي بي سي لرفض سياسة القناة التحريضية ودعمها للإرهاب. طول الوقت لحد النهاردة بتدعم الإرهاب. بي بي سي تعتذر، يا نهار أبيض، بعد استضافة منتحل صفة سيناتور أمريكي تحدث عن سياسات بايدن. شايفين شايفين عدد ده؟ أنا بقول لحضراتكم ده حاجة بسيطة قوي من كوارث ارتكبتها البي بي سي، من كوارث وفضائح. بي بي سي تعتذر رسميا عن خطأ فادح في حق الكويت. روسيا تبعد مراسلة بي بي سي عن أراضيها مدى الحياة. مدى الحياة، مفيش مهنية. ما هي موجودة في روسيا كانت بتعمل ايه؟ تغطي من وجهة نظر بريطانيا، بريطانيا وجهة نظر المخابرات الانجليزية، زي الولاد العيال اللي قاعدين في لندن بتوع الواد ناصر كناريا والواد مهتز مطر والواد اسمه ايه التاني، اسمه ايه ابن الشرباجي ده اللي ابوه مصطفى الشرباجي ده، دول عملاء المخابرات الانجليزية وجويش اللي هو جويش، الواد التاني الشرباجي اسمه ايه، الواد شرباجي، ما عندهم واد اسمه شرباجي كمان، ما اعرفش اسمه، حسام الشرباجي، والتاني الواد اللي ابوه مصطفى جويش، ابوه مصطفى جويش اسمه ايه الواد ابوه مصطفى جويش، فالواد اللي ابوه مصطفى جويش
والواد ناصر والعيال بتوع المخابرات الانجليزيه، ما هو كلهم كده زي البنت دي مراسله. ما هو روسيا اكتشفوها، ابعدوها مدى الحمد، ما تدخليش عندنا، مع السلامه. الصين تحظر بي بي سي نيوز بسبب محتويات تنتهك القانون. كل دي جرائم. سوريا تلغي اعتماد قناة بي بي سي على أراضيها بالكامل، قناة بالكامل، مع السلامة، ما تقعدوش عندنا. جرائم، جرائم. إيه الجرائم؟ ده جزء من كوريا الكمالية، تطرد مراسل بي بي سي وفريقه وفريقه من أراضيه. كوريا الشمالية، كوريا الشمالية بي بي سي تعتذر، خلاص خدنا ده، خدناه خلاص. في تانية؟ خلاص. ده جزء من